السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس هشام احمد. هنبتدي درس جديد ان شاء الله من سلسلة دروس تعليم سوليد ووركس سيموليشن. الدرس اللي فات خلصنا خلاص قائمة المش من جوه كلها، وعملنا مش للقنبلة بتاعنا او للبارت بتاعنا. طيب هبدأ درس النهاردة، هنبدأ نعمل رانينج للستادي بتاعتنا. عندنا كذا طريقة ممكن نعمل بيها رانينج للستادي. ممكن اعمل كليك يمين على اسم الستادي من هنا واقول له رن، تمام. دي كده اول طريقة. تاني طريقة معانا، ممكن اجي من هنا اقول له run this study، تمام. يجي كده تاني طريقة. ممكن بعد كده تالت طريقة، ممكن قائمة simulation من فوق اقول له run واقول له run للstudy. طيب انا هعمل running للstudy كده، هيطلع لي toolbox، تمام. ده كده هيبدأ يعمل لي solving للproblem بتاعتي، وهيطلع لي result او نتائج للstudy بتاعتي. طيب وهيتلاقيه عمل لي creating folder automatic اسمه results folder، تمام. ده في كذا حاجة جواه، في stress displacement strain. هناخدهم بترتيب واحدة واحدة ان شاء الله في الدروس الجاية. بس اول حاجة هناخدها دلوقتي اللي هي الستريس. هنلاقي هنا الستريس طبعا بالفون ميسيس ستريس، تمام، معادلة الفون ميسيس. وهنا في ليجند هنا موجودة على جنب بيقول لي ان اليلد سترينث بتاعت الماتيريال بتاعتي اللي هي AISI 304 ستيل كانت 206 ميجا باسكال، تمام. وهنا الجسم معدي اليلد سترينث بتاعي وهينكسر في بعض المناطق، تمام. طيب مش هنشغل بالنا دلوقتي بالليجند ده. الليجند ده هنشوفه في الدروس اللي جايه كتير، وهنبدا نشرحه واحده واحده بالتفصيل، وازاي اقدر اعدل في القوايم اللي جوه بتاعه الليجند ده، وهنشوف الاستريس بلوك ده يعني ايه وهكذا، تمام. اهم حاجه نعرفها في الدرس بتاع النهارده ازاي نبدا نعمل رننج للستادي بتاعتنا، والريزلت فولدر بيطلع لنا عامل ازاي، والليجند بس اقدر اتعامل معاه ازاي، ان هنا كده الجسم هينكسر معايا وابدا اعدل بقى في سيكنس او اعدل في ماتيريال وهكذا. لو حد عنده اي سؤال في اي استفسار في الدرس بتاع النهارده يبعت لنا اي سؤال اي حاجه على صفحتنا على الفيسبوك Learn Sources Arabic، وارقام التليفونات والايميل موجودين على الشاشه. نشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله مع ازاي بقى نتعامل مع الليجند ده، ونشوفكم الدرس الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.